Ramadan Karim, Ramadan شهر صوم وصلاة وإسكار. دايما المسلمين بيبقوا لي في الانتظار، وده لينا أكبر اختيار، ومفيش حاجة بالإجبار. صدقني ده في إيدك الاختيار، الصوم ده عشان تحس بالفقير، عشان تحس بحق الغير، عشان تحس بلذة الإيمان، عشان تقرب من ربنا كمان. توطيد العلاقة وصلة الأرحام، عشان تبعد عن أي حاجة حرام، شيطان مكفل في الكيوت محدود، ويعني انت المسؤول عن نفسك وضميرك، ده موجود او ملهوب. شهر ده فرصة كبيرة، لو ضاع من ايدك مصيبة خطيرة، حاول على قد ما تقدر تمسح سيئاتك وتزود رصيد حسناتك فراء والرحمة، وانت في المسجد بين الزحمة ارفع ايدك للسماء وادعي ربنا يعدل حال الأمة. صدقني مفيش احلى من لمة العيلة عالفطار وانتم متجمعين، تدعو لربنا في الليل والنهار. رمضان كريم يا مسلمين، رمضان كريم يا مسلمين، فرصة كبيرة تقرب، متقرب من رب العالمين، تقرب من رب العالمين، وصلنا طيبين.